عيد نم مطمئنا هادئا سالما، فقد تركت الحب والبهجة والفرح في نفوس المصريين والعرب. جزاك الله خيرا على كل ما قدمت، وأوسع لك الله فسيح جنتي جزاء ما قدمت من الحب والبهجة والفرح في قلوب المصريين والشعب العربي بأجمعه. اشتغل ايه مع حضرتك جلال؟ اشتغل معايا 5 مسرحيات. اشتغل معايا قبل مدرسة المشاغبين مسرحية عودة الروح لتوفيق الحكيم، وبعدين مدرسة المشاغبين، وبعدين مدرسة قصة الحي الغربي، وبعدين مسرحية كباريه، وبعدين مسرحية إزاز في إزاز اللي قدمناها على مسرح المنتزه بالإسكندرية. كان بيتميز ايه بالنسبة لحضرتك؟ سعيد صالح عندما أطلقت عليه الآن فنان الشعب لم يكن هذا صدفة أو اعتباطا، بل كان عن دليل وبينة. سعيد صالح لم يتعلم الفن في الكتب، ولكنه تعلمه من الحياة. منحه الله هذه الفطرة الغنية وهذه التلقائية الحبيبة، فاستمد الفن من نفسه ومن تجاربه ومن موهبته التي منحها الله له، ولذلك تميز بطبيعيته وبتلقائيته وببساطته، فوصل إلى قلوب الناس، فحياه الناس ورحبوا به وأجمعوا عليه. البقاء لله. البقاء لله. البقاء لله. لا، لحظات كثيرة الحقيقة من الحب والود كانت دايما بيني وبين هذا الفنان العظيم، وقضيت معاه فترة في مسرحياته الأخيرة إزاز في إزاز في اسكندرية، كانت فترة مليئة وعامرة بالحب والوفاء. والوفاء هذه صفة نادرة في عصرنا الحالي، ولكن سعيد كان يتميز بها ويحرص عليه. ما قابلني مرة إلا أخذني بالحب والقبل والأحضان، رحمة الله عليه.